فولة واتقسمت نصين. أحمد الفيشاوي ينشر صور جديدة ليه مع ابنه تيتوس. نشر النجم أحمد الفيشاوي صور جديدة ليه بصحبة ابنه تيتوس، وظهر فيها الشمل الكبير بينهم في الملامح. وكتب أحمد الفيشاوي على الصور وقال: دمي وصديق المفضل وسيد الفاضل. وطبعا بعد لما نزل صور دي تفاعل عدد كبير من محبي النجم أحمد الفيشاوي، وقد ايه شايفين ان في تشابه كبير جدا بينه وبين ابنه. وفي ناس كمان قالت بفولة واتقسمت نصين مش مجرد بس تشابه بسيط. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.